اتفضل يا استاذ حسن. السلام عليكم. وعليك السلام. شلونك استاذ وليد؟ شلون صحتك؟ الحمد لله والله بخير حال. اتفضل. وياك حسن مني الانبار. اتفضل يا استاذ حسن. موضوع البث مالك اليوم شنو؟ موضوع البث النهارده هو لماذا لم تستعملوا كلمة النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهي كلمة مولى بدل علي ولي الله علي مولى الله؟ أليس كلمة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل؟ نعم أجاوب. تفضل. أولا علي بن أبي طالب عليه السلام موصى وهو ولي من عند الله سبحانه وتعالى. أنا ما سألتك هل هو ولي من عند الله ولا مش ولي من عند الله؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه؟ لماذا لا تقولون علي مولى الله؟ نعم علي بن أبي طالب مولى المؤمنين والمسلمين يعني. يا باشا أنا بكلمك مولى الله، مولى الله مش ولي. نعم أفتهمك أفتهمك يعني أفتهم من حاجتك أن علي بن أبي طالب من المفترض ما من المفترض من المفترض ما تقولون ان علي بن ابي طالب ولي المؤمنين. المفروض تقولوا علي مولى المؤمنين. يعني في كلامكم دائما ما تذكر ولي ديت، تذكروا كلمه مولى. بس اجاوب انا. اعطيني دقيقه اجاوب انا. تفضل. يعني نعم هسه انا مولى لله سبحانه وتعالى وكذلك علي بن ابي طالب مولى لله سبحانه وتعالى، ولكن يوجد فارق عن علي بن ابي طالب مولى للمؤمنين جميعا بنص النبي محمد صلى الله عليه وسلم في غدير الخم. يعني سؤال طبعا سمعني حبيبي؟ ايوه يا استاذ هنا دي دلوقتي كلمه مولى، اليس من الافضل ان تستعملوا دائما كلمه مولى؟ يعني ان عندما تقولون مثلا في الاذان اشهد ان علي مولى الله. لماذا؟ حبيبي بس نفس الشيء والله تتصاب. أيوة معلش واحدة واحدة سؤال بس سؤال بسيط عشان اختصر المسافات. أليس كلمة مولى أفضل من كلمة ولي لذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعملها؟ حبيبي مولى للمؤمنين مولى للمؤمنين فهمني. معلش واحدة واحدة أم الولي دي لمين يعني؟ ولي مين؟ ولي مين؟ سؤال ولي الله ولا ولي المؤمنين؟ ولي المؤمنين ولكن هو مولى لله سبحانه وتعالى. يا باشا مولى ديت يعني معناه الناصر المحب، يعني الناصر لله عز وجل محب لله عز وجل. لا لا ليس الناصر المحب. لا 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 استاذ حبيبي نص النبي محمد وتولي الامور من بعد رسول الله. يا استاذ مش هي كلمه مولى واحده واحده مش كلمه مولى عندكم تمثل الخلافه وتمثل الامامه وعندكم ايضا؟ خلاص طيب لماذا لم تستعملوا كلمه النبي صلى الله عليه وسلم الا وهي كلمه مولى؟ يبقى من المفترض ان انتم ما تقولوا علي ولي الله، تقولوا علي مولى الله. نعم نعم اولا نفس الشيء يا اخي نفس الشيء. طب اذا كانت نفس الشيء لماذا اذا كانت نفس الشيء لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل على علي انه ولي او والي؟ لماذا اختار كلمه مولى؟ يبقى اذا طالما ان النبي صلى الله عليه وسلم اختار كلمه مولى فكلمه مولى افضل من اولى او افضل من ولي، صح؟ نعم نعم. طيب لماذا لماذا تركتم الافضل؟ لماذا تركتم الاعلى للادنى؟ يعني أنا تفسيرك شنو ولي؟ ولي شنو تفسيرك بالنسبة لك؟ أهو تفضل أنت حضرتك تفضل أنت أهو اتفضل. أليس النبي صلى الله عليه وسلم اختار أفضل الألفاظ التي تدل على الحاكمية؟ نعم. حلو يعني كلمة مولى ديت اسمعني بس، يعني كلمة مولى ديت المفروض أنها متداولة بين العرب على أنها الخليفة، صح؟ نعم اجاوب عنك بتفسير. الان كلمه مولى متداوله بين العرب عن الخلافه؟ نعم اجاوب عنك بس اعطيني دقيقتين. لا ما ادكش دقيقتين، انا ما بحبش الهاري، هو سؤال وجواب. جواب علمي، اعطيك جواب علمي نصا. اتفضل. لا انا بقى هسالك سؤال العلمي عشان تجاوب عليه واديك 3 دقائق كمان. اعطيني نص واحد نعم في القران الكريم او في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن كلمة مولى تعني الخلافة. نعم أخوان نعم. يلا معك 3 دقائق. طبعا ورد
يلا اخوان، طبعا ورد في كتب السنه وهذا الحديث متواتر وهو بيعه الغدير. يا عم يا عم احنا مختلفين على الكلمه في الغدير يا استاذ. يا استاذ يا استاذ اعلمك حاجه بس لله، هعلمك حاجه لله. لما نكون مختلفين في حديث اعلمك حاجه لله، بس اصبر بس. لما نكون مختلفين في ايه او اسمعني بس، لما نكون مختلفين في ايه او مختلفين في حديث، ما ينفع تاخد الحديث او الايه كمصدر على نفسه. يعني احنا مختلفين دلوقتي في حديث غدير خم، وكلمة مولى في حديث غدير خم، هل هي خلافة ولا مش خلافة؟ فالمفروض ان انت تجيب شاهد من الخارج، يعني شاهد من برة، ما ينفع يكون الشاهد من نفسه. شاهد الحديث حبيبي، بس اريد اعطيك تفسير علمائك بكلمة النبي في غدير خم يا حبيبي. يا استاذ يعني احنا عندنا العلماء فسروها بالخلافة؟ العلماء فسروها بالخلافة؟ نعم. طب اتفضل يلا. نعم. اتفضل ادينا كلام العلماء بأنها الخلافة. اخوان طبعا راجع، وانت استاذ وليد ايضا والمشاهدين، راجع كتاب مجموع الفتاوى لابن صالح العثيمين الجزء الاول الصفحة 425. يلا اتفضل اقرأ. حين سألوا الشيخ ابن صالح العثيمين عن معنى مولى، فأجاب المولى تنقسم إلى قسمين، القسم الأول مطلق فهذا الله عز وجل، أما القسم الثاني فهو غير مطلق فهذا لغير الله عز وجل، ومنها الناصر المولى، كلمة المولى الناصر ومتولي الأمور والمحب. هذا كلام شيخك ابن عثيمين يا ابني. وإحنا اختلفنا، هو إحنا سؤال يعني، سؤال يعني، بعد جهد طويل جدا فسرت الماء بالماء. يعني انت اساسا لو ما جبتش كلام ابن العثيمين وقلت لي حضرتك هل من معاني المولى، هقول لك من معاني المولى الناصر والمحب والخادم والوالي، لكن لها اكثر من معنى. فاحنا عايزين نعرف المعنى الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فلا بد، اسمعني بس، ومتولي الامور، اسمعني بس، اسمعني بس، اسمعني 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 اسمعني، لا تكره، اسمعني بس، اسمعني اسمعني اسمعني. فالآن الآن إحنا مختلفين في اللفظة دي، هل قصد بها النبي المحب الناصر الخادم الخليفة؟ فلا بد أن تأتي بشاهد آخر من الخارج. هل عندك حديث واحد أو آية واحدة، مش هيسمع الشيعي، هل عندك حديث واحد أو آية واحدة استعمل فيها النبي صلى الله عليه وسلم كلمة مولى بمعنى الخليفة؟ عندك؟ نعم نعم. وتريد كلام من عمر بن الخطاب ايضا، علي عمر بن الخطاب استعمل كلمة مولى مولى مولى، ما قال اولى اولي، يعني استعمل نفس الكلمة. يعني يا استاذ يا استاذ يا استاذ يا استاذ يا استاذ بلاش عناد، يا استاذ بلاش عناد، احنا بنتكلم في اللغة العربية، ما في عناد الان. لما انت دلوقتي اسمعني بس، انا دلوقتي اعطيتك وظيفة، انا راجل دلوقتي رئيس واعطيتك وظيفة، وظيفة دي سكرتارية مثلا عندي في الشغل، وقلت لك مبروك عليك اصبحت سكرتير، انا قلت لك انت سكرتير، انا اهو رئيس الشركة قلت لك سكرتير، فجاء واحد قال لك مبروك انت رئيس سكرتير، هل كده معناها ان انت مبروك اصبحت ان انت خليفة، ان انت مدير الشركة ولا سكرتير؟ بس انا جاي اجاوب انك يا اخي، افتهمتك والله العظيم افتهمتك. طيب انا عايز بقى حديث استعمل فيه النبي، انا عايز حديث استعمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم او ايه تم استعمال كلمه مولى بمعنى الخلافه، وانا اديك العكس. يلا بس لا تقاطعني امام المشاهدين. اتفضل حضرتك، عايزين بص احنا دلوقتي غدير خم ما ينفعش تستدل بيها على نفسها، يعني ما ينفعش تقول لي انها تقصد الخلافه، لان احنا اساسا مشكله علينا، فما ينفعش تستدل بالمشكله على نفسه حبيبي. فاتفضل هات بقى النبي حبيبي. صلى الله عليه وسلم استعمل كلمه مولى او ايه من القران ان كلمه مولى هي خلافه، اتفضل. نعم نعم حبيبي. اخواني المشاهدين، المشاهدين راجعوا صحيح مسلم الجزء الاول الصفحه من عند 88 ابن ابي طالب عليه السلام، يختصمان عند ابي بكر.
فذهب علي بن ابي طالب ابو بكر الى ميراثه في ميراث فدك، فقال له ماذا تحكم به؟ فقال ابو بكر اني ولي الله، محمد ولي الله، واني رسول الله. واحده واحده. طيب حضرتك حضرتك بتفهم هو قال ايه؟ ولي وليس مولى. قال ولي. قال ولي، احنا بنقول مولى. عايزين حديث فيه ان كلمه مولى تعني الخلافه، او ايه تعني كلمه مولى تعني الخلافه. يعني هسه كلام ابن عثيمين ما يهم يا عم، ما من الفاظها. احنا عايزين عايزين يا استاذ النبي يعني صلى الله عليه وسلم، اسمعني بس واحده ابن عثيمين صحيح واحده قال متولي الامور واحده النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المنزله قال لعلي بن ابي طالب ايه؟ لا ينبغي ان اذهب الا وانت ايه؟ وانت ولي وانت خليفتي، صح؟ نعم. حلو قوي. هل ينفع واحد يجي يقول لك ان معنى خليفتي المحب والناصر؟ حبيبي وانت اصلا هو يا عم رد على سؤالي، الله يبارك في عمرك ويهديك، ربنا يهديك. رد على سؤالي رد على سؤالي ربنا يهديك ربنا يهديك رد على سؤالي ربنا يهديك سيادة المعمم، رد على سؤالي ربنا يهديك ربنا يهديك. انا سالتك سؤال، هل ينفع حد يقول كلمة خليفة بمعنى المحب والناصر؟ نعم يا راجل. يا طيب يا راجل يا طيب، طب انا هقول لحضرتك حاجه اسمعني بس اسمعني. الان انت حضرتك مسافر وليك ابن كبير لا 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 الله اسمعني بس، انت مسافر وليك ابن كبير وعايز توليه على البيت، هتقول له ايه؟ اخي يا اخي رد عليا، لله رد عليا، لله رد عليا، لله لله يا رسول الله واضح لله رد عليا، انا سالتك سؤال لله رد عليا. انت الان معايا عندك ابن كبير وحضرتك مسافر والمفروض ان انت هتحطه في البيت، هتوليه في البيت، هتقول له ايه؟ قول لي كلمات عربيه مفهومه. حبيبي يا اخي انت تناقض نفسك بنفسك. يا عم سيبك من انا ناقض نفسي بنفسي والكلام ده كله، انا سالتك سؤال، الان حضرتك مسافر وعايز اسمعني بس، حضرتك انت مسافر يعني يضرب امثال لا فيها روح حبيبي، بس هنثبت العرش لا لا ولا تثبت العرش ولا بتاع، انا سالتك سؤال وهو ده السؤال بتاعي. انا لو سمحت انت حضرتك مسافر والمفروض ان انت عايز ابنك يكون حاكم البيت، هتقول له ايه؟ كلمات عربيه، هتقول له ايه؟ يعني ايش اقول له؟ هتقول له ايه؟ هتقول له انا اقول لك انا هقول له انا اقول لك الالفاظ اللي ممكن تنفع معانا كعرب. هتقول له يا ابني انت حاكم البيت تمشي؟ اجل انت ضبابيبي يا اخي، انت قاعد يعني يا عم اسمعني بس، رد علي لله يا عم، رد علي لله. لو قلت له انت حاكم البيت تمشي؟ اي امشي، ليش ما امشي؟ طب لو قلت له انت خليفة البيت تمشي؟ برضه امشي. طب لو قلت له انت سلطان البيت تمشي؟ لا لا والله حبيبي انت مهرج. انا مهرج؟ طب امشي بقى، يلا امشي، يلا امشي. مهرج فين؟ انت سلطان البيت يعني حاكم البيت، هي فين المهرج؟ لكن لو قلت له انت مولى البيت هيقول لك يعني ايه يا بابا مولى؟ لو خدت ابنك كده وقلت له يا ابني يا حبيبي انا ماشي مسافر وانت امير البيت ده، هيفهمها. حتى لو طفل عنده 6 سنين هيفهمها. لو قلت له يا ابني انت سلطان البيت ده عقبال لما امشي واجي، هيفهمها. لو قلت له انت خليفه البيت لحد ما اجي، هيفهمها. لو قلت له انت حاكم البيت لحد ما اجي، انت والي البيت، هيفهمنا. انت امير البيت، هيفهمها. لكن لو قلت له انت مولى البيت، مولى البيت دي ما تمشيش اساسا. مولى البيت، حاكم البيت تمشي، خليفه البيت تمشي، سلطان البيت تمشي، امير البيت تمشي، والي البيت تمشي، لكن مولى البيت، الله المستعان. ادي معممينكم يا شيعه.